السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا أصدقائي الكرام متابعين قناة Arabic Sketch Up. اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن أهمية برنامج السكتش أب، كانت حاجة بسيطة جدا. النهاردة هنبدأ الدرس التاني معانا، ويعتبر كدرس أول لينا. هو بالظبط كده هنعرف فيه أدوات السكتش أب بتاعتي وفتح نافذة البرنامج. طبعا زي ما قلت لكم إن برنامج السكتش أب من أول 2014 لحد حاليا دلوقتي ما حصلوش أي تغيير. لو بصيت تحت كده هتلاقيه ظاهر معانا باللون الاحمر ده من سنه 2000 تقريبا و14 او 13 تقريبا لحد 2020 نفس اللون. اللي عملوه في 2021 انهم غيروا اللوجو بتاعه. فاحنا دلوقتي مثلا هنفتح معانا البرنامج كده، اول ما افتح البرنامج بالظبط كده طبعا الحاجات اللي هي اسمها سنت فايلز ديت، الحاجات دي موجوده هنا عشان الحاجات دي بالظبط كده انا كنت داخل عليها، بيجيب لك اخر حاجه اخر ملفات انت كنت مشغلها عندك. تمام، لو بصينا على القائمه اللي فوق ديت هتلاقي ان القائمه دي بالظبط كده اللي هي القائمه ديت. تمام، بتتكلم هنا ان في قائمه مثلا هنا ده لو عايز تبدا المقاسات بتاعتك بالانش، عايز تبدا بالمتر، لو بتتكلم عن الاركتكتشر، بس احنا بنستخدم عامه السامبل متر. اوكي بس لحظة بس نتحدث. فمثلا اجي هنا كده واخترت السيمبل متر. اوكي فتحت النافذة بتاعت المعية اهيت. اول حاجة نقفل لحظة كده هقول لك بالظبط اللي بيكون موجود في الشاشة. انت اول ما بتفتح الشاشة بتاعتك بتفتحها بالظبط على هذا الوضع. تمام، عندك من الماوس بالظبط كده بالنقرة بتاعت الماوس اقدر اعمل روتيت لاي حاجة انا عايزها. تمام، واقدر مع نقرة الماوس اللي في النص وزرار شيفت اقدر اتحرك في قلب الشاشة بتاعتي. تمام، في يد زر هنا. اول حاجة اول ما افتح بالظبط كده السكتش معايا بدوس كليك يمين هنا فوق واختار حاجة اسمها جيتنج ستارت. ادوات سريعة، لو بصينا على القائمة اللي على اليمين هنا على الشمال قصدي هنلاقي هنا قائمة السيلكت بتاعتي. السيلكت اهيت زي ما انا اخترت. عندي هنا البنت دي بالظبط كده لسه هنعرفها بعدين، وهي بالظبط كده وليكن انا اخترت ديت اهي، دي ظهرت معايا بالحرف بتاع الاختصار بتاع حرف البي. اوكي دي الخامة اللي انا اخترتها، دي اداة المسح معايا، دي اداة الرسم، دي أداة الرسم ولكن فري، ده المستطيل اللي أنا بستخدمه. تمام، ده الريكتانجل برضو ولكن زاوية والكلام ده كله أنا ما بستخدمهاش عامة. تمام، هنا دي الدايرة بتاعتي كذلك، دايرة بس استخدام المعين، يعني بستخدم معين مثلا 6 أضلاع 7 أضلاع أو سداسي أو صوباني أو كده باستخدام الدايرة، لا إما من الداخل لا إما من الخارج. ارك اهو زي ما احنا شايفين، دي ادوات الموف بتاعتي، ادوات الرفع بتاعتي بالظبط اللي احنا بنستخدمها في الموديلنج، الروتيت بتاعي، الفولو مي دي هنعرفها بعدين، السكيل طبعا سكيل اهي سكيل، اوفست طبعا احنا عارفين الاوفست. اوكي دي ادوات هنا الدايمنشن بتاعتي، وهنا بعرف قد ايه المقاسات بتاعته والكلام ده كله. دي برضو اهيت 10 متر. اوكي دي لو انا عايز بالظبط كده اظبط زي خطوط جريك كده بالظبط كده اعمل عليها مثلا الرسم بتاعتي زاوية 45 والكلام ده. دي برضو 3 دي تكست مثلا لو انا عايز اكتب اسم. اوكي مثلا كده حطيته هنا. دي هنا تغيير الاكسس مبنستخدمهاش، دي كده زي مؤشر مثلا لحاجة بخليها مثلا هنا اقول له دي مثلا 25 متر، اخليها مثلا دي وليكن مثلا مثلا سيارة. اوكي هتفضل معايا كده على طول. زي ما احنا اتكلمنا في الروتيت، دي الروتيت بتاعتي زي ما احنا اتكلمنا اللي هي الاربيت بالظبط كده، قصدي الاربيت بتاعي مش الروتيت نسيت معلش، او زي ما احنا قلنا بالماوس بتاعي. تمام، انت عندك كليك يمين وكليك شمال استعمل في النص. اوكي وهنا أداة
تحريك الشاشة زي ما احنا برضه بنستعمل في النص زي الالات شيفت سكيل بتاعي وان اكسل اكسل. بس لو انا عندي حاجة مثلا كتير، عندي حاجة كتير وعايز اوصل لحتة معينة، باجي اقول له هنا دي كده بالظبط هيعمل لي عليها السكيل بتاعي. وهنا برضه زوم، بس هنا زوم على الشاشة كلها، اوكي، على كل الادوات الرسمة موجودة في الشاشة كلها. يعني مثلا لو انا عندي هنا حاجة مرسومة من فوق هناك كده، جيت مثلا قربت وعملت هنا، هيظهر لي لازم يظهر لي لحد الاخر. اوكي، دي اخر حاجة انا بالظبط كنت شايفها بتاعتي. نيجي هنا بالظبط للصورة بتاعتي، هنا لوك كأني مثلا دي بستخدمها وانا داخل مثلا في حاجة انتريور، اللي انا مثلا داخل جوه شقة فبقعد اتحرك فيها بالظبط كده. او ديت مثلا بتيجي بتديك مثلا الشخص ذات نفسه واقف على بعد هنا اهو، نظرة العين بتاعته واقفة على 1.70 متر. اوكي، ودي خطوات بتاعتي كأني ماشي لو عامل فيديو انيميشن، ودي اداة السكشن وهنعرفها بعدين ان شاء الله. اوكي، لو مثلا عايز اعمل سيرش عندي كده سيلكت السكشن بتاعي، واعمل له مثلا موف ام دي كده الادوات بتاعتي هنا. لو بصينا على القائمة اللي على اليمين هنا بقى، لأن القائمة دي متقسمة شوية حاجات بالظبط. أول حاجة دي التعريف، تعريف دي مثلا لما بستخدم مثلا هيجي يقول لي هنا إن مثلا الشكل ده مساحته 2000 متر. أوكي، هنا عندي الماتيريال، طبعا الماتيريال اللي احنا بنستخدمها أكتر حاجة عندنا، ودي مثلا متقسمة جوه هنا أسفلت مثلا، حاجات مثلا ألوان ستون صخور والكلام ده كله، واقدر طبعا اضيف اي حاجه انا محتاجها. وهنا تدي قائمه الايد بتاعتي ان انا اقدر اظبط في الخامه واغير الوانها. ودي بالظبط هنا لو انا عايز اجيب صوره معينه من حاجه ماتيريال معينه، قائمه التاج بتاعتي، ودي بالظبط مشابهه اللي هي قائمه اللير اللي احنا عارفينها في اي برنامج زي 3 دي ماكس او برنامج مثلا فوتوشوب بنستخدم فيه اللير او برنامج الكاد. لان مثلا ممكن اروح راسم عامل نيو لير، خليها مثلا اهي، وخلي دي عليها بالظبط، واروح راسم دي كده دي عليها بالظبط اهي. جيت عملت خليت دي في الاول ورحت عامل دي كده، فهتلغي اللي انا عملتها دي بالظبط. بتنفع لي مثلا لو انا عملت يعني المشروع مثلا معايا يكبر، اعمل مثلا اشجار سيارات مثلا اقسمه والكلام ده كله. عندي هنا الشادو بتاعي، لو بصيت هنا كده شغلت الشادو، قوة اللايت بتاعتي عامل ازاي، والدارك زي ما احنا شايفين كده. هنا السين بتاعي بالظبط كده، وده مثلا بستخدمه مثلا لو انا عندي مشروع وعايز اخد منه لقطات معينه وارجع لها تاني. يعني مثلا انا جيت خدت لقطه هنا، قلت له كريت، جيت كده خدت لقطه زياده، لقطه كمان تالته اهيت. باجي هنا مثلا بقول له اللقطه الاولى، ادوس عليها هيظهر لي اللقطه بتاع الاولى او اللقطه التانيه او اللقطه التالته بتاعتي. اوكي، اختصار هنا الستايل بتاعي بالظبط هنا، مش بستخدمه كتير يعني، ولكن هفهمه لكم برضو. في الستايل ده بالظبط كده يعني بيكلمك، يعني انت بتستخدم مثلا ممكن المشروع ده يبقى ابيض واسود او خطوط او الكلام ده كله، تمام، احنا بنستعملهاش، تمام. وهنا الماتش في فوتو دي حاجه ظهرت في سكتش اب 2021، هنبقى نتكلم بعدها، تمام. دي كده كانت الادوات بالظبط كده اللي انا بستخدمها في كل حاجة. بعد كده ان شاء الله في الحلقة الجاية هنستخدم ادوات، هنفهم معانا ادوات اللي هي التول اللي موجودة معايا في فايل وايديت وفيو وكاميرا الحلقة الجاية ان شاء الله. اما هنا برضو لو بصينا هنا برضو عندنا بعض الادوات، المسح بتاعتي اللي هي الاختصار بالظبط هنا، والقلم والارك بتاعي والشيب مثلا بتاعتي هي ريكتانجل او سيركل. عندي ادوات بالظبط هنا الاوفست مثلا والموف والروتيت، عندي ادوات المقاسات، عندي ادوات التحريك بتاعتي، عندي الادوات اللي احنا نعرفها اللي هي 3 دي وير هاوس، البرنامج بالظبط الموقع الاشهر لتحميل البلوكات. وطبعا هشرح لكم حوالي 10 مواقع تنزلوا من عليها البلوكات اللي انتوا عايزينها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.